يعودون محمولين على نعوش عمرها أكبر من أعمارهم، صغار لم يجدوا السلام فحملوا السلاح بحثا عنه وعن حقوق معلقة، ومحاربون انحسرت خياراتهم للموت في جبهات القتال حين استخدموا وقودا في حروب الكبار. تقارير دولية تشير إلى ضلوع أطراف متعددة بتجنيد الأطفال خدمة لصراعاتها. الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر بعد توثيقها تجنيد المئات من الأطفال منذ عام 2017، أصغرهم لم يتجاوز 11 من العمر. في مدينة مأرب قامت مجموعة من النسوة وقادة عسكريون بتدشين حملة تدعو لمنع تجنيد الأطفال، منصتها جدران الشوارع. نفذ الفريق النسوي نساء من أجل السلام بدعم ومساندة من مؤسسة فتيات مأرب في مدينة مأرب حملة جدارية تهدف إلى الحد من تجنيد الأطفال والتوعية بمخاطرها. شارك في الحملة بعض القيادات العسكرية والأمنية وبعض الناشطين. بعض جدران مأرب تحولت بفضل الحملة إلى واجهة كبيرة للتعبير عن رفض تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك الكبيرة عليهم، ولم تحتج إلى استخدام عبارات كثيرة بل اقتصرت على هذه الصور لتوصيل الرسالة. المآسي التي رافقت القضية الكبيرة للأطفال الصغار تحولت لرسوم مطالبة بمنع تجنيدهم، وهي أيضا من دفعت هؤلاء للرسم هنا بهذه العبارات. القضية إذن وجدت طريقها لجدار عبر الألوان، ولكن هل ستجد طريقها أيضا نحو المسؤولين عن تجنيد الطفولة في الحرب لتجنيبهم القتال احتراما للطفولة؟